يعني ممكن يكون في عملية أو علاج يخليها أحسن. لا هو مفيش حاجة بتضيع الـ ADHD أو بتخليها تختفي. يعني ايه مفيش حاجة بتخليه يروح أو يختفي؟ يعني هي هتعمل ايه لما تكبر، لما تدخل جامعة، لما تعمل مجلس؟ وانا بفهم تمام، خليها تكبر. طيب احنا نقدر بخطة علاجية ان احنا ننملها مهارات تعوض ده، ده غير طبعا الأدوية اللي هتكتبها لنا دكتورة دلال. احنا مش عايزين اي أدوية خالص. تمام، حياتك وضح لنا اكتر موضوع تنمية المهارات ده. يعني مثلا المخ من كتر التشتيت ما بيبقاش قادر ياخد اوردر مركب، فاحنا بدل ما نقول لها اعملي الواجب يا عطيات بنقول لها عطيات فين الشنطة، ونستنى لحد لما هي توجه انتباهها للشنطة، بعدين هاتيها، بعدين افتحي الشنطة، طلعي الكتاب، فين الواجب، هاتي الصفحة، هاتي القلم. ايه كل ده؟ على فكرة تيتو مش غبية خالص، زي الفل على فكرة. لا لا الموضوع ملوش اي علاقة بالذكاء، الموضوع انها في الروتين الممل بتبقى مش حاضرة هنا ومش هنا، فاحنا علينا ان احنا نعملها شوية زي الآلة او الروبوت، يعني اللي هي محتاجاه تعليمات بسيطة جدا، وبالتدريج هتتعود انها تدي اوردر للمخ ان هو يقسم اي مهمة لخطوات تقدر تفهمها وتنفذها. ماشي، انا لو عملت ده معاها في البيت المدرسين مش هيكونوا فاضيين يعملوا ده معاها في الفصل. بالظبط، وعلشان كده هي محتاجة الشادو تيتشر. يعني ايه حضرتك شادو تيتشر دي؟ يعني مدرس بيبقى قاعد جنبها في الحصة بيساعدها انها تفضل مركزة كل الحصة. مش فاهم يعني ايه مدرس قاعد جنبها طول اليوم؟ لا مش اي مدرس، ده مدرس متخصص للاطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم، وبيعمل ده بمنهجيه محدده جدا. هي بس تيتو مش هتوافق ان ده يحصل خالص. طيب بصي يا مدام هدى، عشان ابقى صريحه معاكي، تيتو مش هتقدر تكمل في المدرسه دي من غير اما الشادو تيتشر او الادويه، ويا ريت الاثنين. وعلى فكره ده مش بس عشان المستوى الاكاديمي، كمان عشان المشاكل السلوكيه، وده هيساعدها في حاجات كتير جدا. طيب مثلا لو ممكن ننقلها من المدرسه دي لمدرسه تانية ده يبقى حل؟ كده احنا هنبقى بنعلمها انها تهرب من اول مطب حتى من غير ما تحاول، يعني والبنت اوريدي السكور بتاع الثقه بالنفس عندها ضعيف، فبلاش نحسسها بالفشل.